وخاصة يعني الشباب اللي هتشوفوه معانا دلوقتي في تقريرنا حملة دعم الصناعة المصرية. تعالوا نشوف تقريرنا عن مصنع مودرن الرخام والجرانيت، وبعدين نطلع فاصل وبعدين نرجع تاني. احنا النهاردة في منطقة شقة تعبان. منطقة شقة تعبان اللي ممكن الناس كتير ما تعرفش عنها حاجة، او ممكن طبعا المختصين عارفينها، هي منطقة تعد من اكبر مناطق لانتاج الرخام والجرانيت في الشرق الاوسط، وهي الرابعة على مستوى العالم في انتاج وفي تصدير الرخام والجرانيت. منطقة شقة تعبان فيها استثمارات بحوالي 18 مليار جنيه. لو كلمنا مثلا عن حجم العمالة اللي هنا، حجم العمالة المباشرة 45 ألف عمالة مباشرة و100 ألف عمالة غير مباشرة. احنا النهاردة جينا شقة تعبان، هي مفروض من الصناعات الثقيلة الصعبة. جايين النهاردة مصنع مودرن ماربل للرخام والجرانيت، اللي هو تقريبا ممكن يكون نموذج لشبابنا اللي هم كتير ممكن بيحلموا وبيسعوا ان هم يكون عندهم مشروعات خاصة. النهارده لما حبينا نيجي شقه تعبان وشفنا منطقه مصنع مودرن ماربل للرخام والجرانيت، هو يمتلكه او المشروع ده قام عليه اربعه من الشباب هما كان كل يعني قعدوا فتره يشتغلوا في المجال، وبعد فتره من شغلهم حبوا ان هما يعملوا مصنع وهم ينتجوا ويكون عندهم مشروع خاص بيهم، وكمان يعني قدروا الحمد لله ان هما يصدروا، وكمان مش بس بيصدروا المنتج الخام، لا بيصدروا المنتج المصنع، ودي فيها طبعا قيمه مضافه وطبعا فيها ميزة نسبية كبيرة جدا. احنا النهاردة في مصنع مودرن ماربل، هنشوف شباب اصحاب المصنع وايه التحديات اللي بتقابلهم وايه طموحاتهم وايه اللي بينتجوه وبيصدروا قد ايه. ونشوف الناس هنا، يعني عارفين طبعا صناعة الرخام من الصناعات الصعبة شوية، والعاملين فيها برضو حياتهم فيها صعبة، الدنيا حر جدا جدا النهاردة، الجو من ساعة ما جينا لحد هنا الطريق برضو صعب جدا، ربنا قوي كل الناس اللي هنا يا رب. تعالوا مع بعض نشوف ونشوف يعني الناس هنا بتتكلم عن الصناعة دي ازاي، وممكن تكون الصناعة دي واعدة ازاي، وممكن تكون هي من الصناعات الأساسية في زيادة الدخل القومي. تعالوا مع بعض نشوف. دلوقتي بالاستاذ سامح حمدي مدير المصنع، وهو كمان هنا يعني هيقول لنا هو طبعا ان هم ما شاء الله الاربع شركاء كل واحد مدير لشيء خاص معين علشان يكملوا بعض. استاذ سامح ازاي؟ اهلا بحضرتك. تمام. الاول طبعا ما شاء الله عليكم، يعني مجموعه من الشباب اللي هم يعني قدروا يحققوا طموح في وقت صعب. انت مدير الانتاج يعني للمصنع هنا، احكي لي الاول قبل ما تقول لي بقى على مدير الانتاج، انت تخصصاتكم ايه؟ قول لي الفكره جات لك ازاي ان انتوا تشتغلوا او تعملوا مشروع زي ده، خاصه ان صناعه الرخام من الصناعات الثقيله يعني والصعبه كتير، يعني احكي لي كده الفكره جات ازاي؟ والله احنا كنا شغالين في شركات قبل كده، خدنا خبرات حوالي مثلا لا يقل كل واحد خبره فينا عن 18 سنه دلوقتي. الموضوع كبر ان احنا يعني حبينا نعمل حاجه لنفسنا، كل واحد اشتغل في مجال لوحده، بعد كده لقينا ان احنا لو اتجمعنا مع بعض ممكن يعني نطور من نفسنا ونطور من الصناعه بتاعتنا، فاجتمعنا مع بعض ووزعنا الشغل على بعضنا بحيث ان احنا يعني الحمد لله نوصل للي احنا شايفينه دلوقتي. احنا اربعه شركاء كل واحد واخد تخصص معين في شغلنا، في استاذ عاطف ماسك المحاجر والمشتروات، في انا واستاذ ميلاد ماسكين المصنع هنا كانتاج، وفي استاذ رامز ماسك التسويق بتاع المصنع، فالحمد لله يعني مجموعه بنكمل بعض بحيث ان احنا نشوف الحاجه اللي حضرتك هتشوفيها النهارده باذن الله. ما شاء الله المصنع ما شاء الله مساحته كبيره قوي، مساحته قد ايه؟ هو مساحته تقريبا داخله في 10000 متر. ما شاء الله حاجه كبيره طبعا. الحمد لله. يعني انتوا بقالكم كده كام سنه بقى في بدايه المشروع؟ والله احنا بادئين من حوالي 2012 اشتغلنا، فما بقينا مثلا يعني 6 سنين تقريبا، 7 سنين داخلين في الموضوع. اشتغلتوا تقريبا في الوقت الصعب. الحمد لله، يمكن احنا هي دي من ضمن التحديات اللي احنا قابلناها، ان احنا اشتغلنا في وقت كانت يعني البلد نفسها ما كانتش تستحمل اي حاجه، بس الحمد لله ان احنا يعني قدرنا ان احنا
نعدي المرحلة الصعبة دي، والحمد لله زي ما انت حضرتك شايفة كده يعني. أنا شايفة باللي أنا شايفاه طبعا وشكل المصنع، وهنلفه دلوقتي نشوفه مع بعض، إن أنتوا عملتوا مشروع ممكن يكون في ظل أزمة، بنتكلم إن إحنا عندنا أزمة اقتصادية، ولكن ممكن الواحد يقدر يعمل حاجة لو تحدى الظروف، خاصة يعني الشباب، يعني أنت شايف إن هم يقدروا يعملوا حاجة؟ والله بس هي يعني عايز أقول لك إحنا يعني هي طموحات كانت جوانا، والحمد لله إن إحنا قدرنا نتعداها ونوصل اللي إحنا شفناه دوت يعني الحمد لله. قول لي عندك يعني شايفة ما شاء الله حجم عمالة كبير قوي. الحمد لله إحنا هنا يعتبر المصنع هنا شغال 24 ساعة. ثلاث ورادي ثلاث شيفتات. الحمد لله بنحاول ان احنا يعني نكتر في العماله بحيث ان احنا نقدر نكتر في العمليه الانتاجيه بتاعتنا. دايما بنتكلم في مشكله بالذات في الرخام، ان هو بيتصدر كمنتج خام، انتوا قدرتوا تصدروا المنتج ده مصنع، وطبعا ده يعني هو بيبقى فيه قيمه مضافه، مساله بتختلف كتير عن ان احنا نصدر الخام ويرجع يتصنع بره ويرجع تاني. دي حقيقه، دي السنين كانوا بيعملوا الكلام دوت فتره من فتره بيصدروا خامه فعلا بنستورده، احنا قدرنا نشوف هم ايه العجز اللي كان عندنا، وابتدينا نشتغل على النقطه ديت، ابتدينا ان احنا نصنع، ابتدينا ان احنا نطلع معارض، نطلع مصانع بره نشوف ايه المنتجات بتشتغل ازاي، حاولنا ان احنا ندخلها هنا، ووصلنا الحمد لله اللي احنا بنطلع منتج زيه زي بره بالظبط، يعني متهيألي احنا ما فيش منتج دلوقتي بيطلع بره من عندنا حجر خام، كله مصنع. والله ما شاء الله، يعني انتوا صوره مشرفه للشباب، ويمكن يعني بالذات كل الشباب اللي شايفيننا دلوقتي تبقى انتوا يعني نموذج يحتذى به، بان الواحد ممكن يقدر في وسط صعاب كتيره قوي ان هو يعمل ويبني حلم ويحققه وكمان يطلع بيه بره، فدي حاجه فعلا مشرفه جدا، ربنا يبارك فيك. ربنا يخليك. دلوقتي بالاستاذ ميلاد منير، مسؤول او مدير المصنع للانتاج والتطوير. اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا فندم، اهلا بيك في مصنعنا. ربنا يوفقكم، يعني انا شايفه يعني حاجه جميله جدا ومشرفه بصراحه الشباب مصري فكر وحلم وقرر وحقق، قدر يحقق في ظروف ممكن نقول اللي هي الحقبه الزمنيه اللي هي الاصعب في مصر، اللي هي من 2011 2018، انتوا بداتوه من 2012. كلام حضرتك مظبوط. اولا بنشكركم على تشريفكم هنا لمصنعنا. احنا طبعا في بدايه ما توجهنا في المصنع شفنا توجهات الدوله وبصينا لتوجهات القياده السياسيه بالنسبه لتوجيه الصناعه للتصدير، فكنا بنشتغل هنا في السوق المحلي وركزنا اكتر ان احنا نوجه منتجنا للتصدير. طبعا منتجنا المصري ذو جوده كويسه جدا، حرصنا احنا على كده من خلال ان احنا نستخدم الميكنه الحديثه، وقمنا باستيراد احدث خطوط الانتاج عشان نوصل بافضل مستوى للمنتج، عشان يكون منتج منافس للمنتج الاوروبي والتركي. ربنا يوفقكم. يعني انا طبعا شايفه في عماله كتيره، وبما ان حضرتك يعني مدير الانتاج والتطوير اكيد في بتحقق نسبه الامان السيفتي يعني للعماله، يعني هل ايه اللي بيتم هنا عشان يبقى، طبعا انت معروف ان العماله في مجال الرخام ان المجال صعب وبيبقى فيه اصابات كتيره. احنا هنا في مصنعنا الحمد لله بنقوم بتطبيق نظام السيفتي من خلال التعاون مع شركات متخصصه في انظمه السيفتي، واللي هي من خلالها بتقوم بتدريب العامل ان هو ازاي يتعامل مع المنتج بطريقه تحقق له الامان، وتحقق في نفس الوقت الامان للميكنه اللي هو شغال عليها والمنتج اللي هو بيتعامل معاه، عشان في الاول نحافظ على العامل، لان ده اكبر ثروه طبعا احنا بنمتلكها، لان العماله المدربه بالنسبه لنا حاجه مهمه جدا، وفي نفس الوقت يحافظ على المنتج اللي هو بيتعامل معاه عشان يوصله للعميل خارج مصر بصوره لائقه ومشرفه للمنتج المصري. كلام جميل جدا، ويمكن لو انا ليا الحق ان انا ارشح بقى حد يبقى هو النموذج اصلا كمصنع نموذج لصناعه الرخام والجرانيت بكل يعني بصراحه الامكانيات اللي انا شايفاها وبكل الفكر وكل التخطيط التسويقي، ربنا يوفقكم يعني يا رب فيه ان شاء الله. ربنا يخليك يا فندم، ده من ذوق حضرتك، وبرضه بنحب نتوجه بالشكر للقياده السياسيه وعلى راسهم طبعا سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، لان من ضمن الحاجات او من ضمن العوامل اللي ساعدتنا كتير ان احنا نقوم بالتطوير والتصدير واختراق اسواق جديده، في قرارات سياسيه كتير اتعملت منها تعويم سعر الصرف، ده اللي طبعا ساعدنا كتير ان منتجنا يبقى منافس
عن طريق ان احنا سعرنا بره بقى منافس جدا للمنتج التركي والمنتج الصيني. قبل كده ما كناش بنقدر نخش في المنافسه الشرسه مع الاتراك ومع الصينيين بسبب ان عملتنا كان سعرها طبعا عالي وده غير الحياه. دي من القرارات السياسيه طبعا، وفي قرارات تانيه كتير زي المشاريع المحليه اللي بتتشرف مصنع مودرن بان هو مساهم بنسبه كبيره قوي في اغلب المشاريع زي العاصمه الاداريه ومدينه العالمين الجديده ومنطقه جبل الجلاله. كل دي من المشاريع القوميه الجديده اللي بيشرف مصنع مودرن ماربل بانه بيساهم في التوريد لاغلب هذه المشروعات. ربنا يوفقكم يا رب. شكرا. برحب دلوقتي بالاستاذ رامز جورج مدير التصدير هنا بالمصنع. اهلا بيك. اهلا وسهلا بحضرتك. انت تقريبا اهم عنصر هنا، يعني تقريبا اهم حاجه ممكن في عناصر الانتاج هو يكون التسويق ليها، فتقريبا انت اهم اداره في المصنع. واحنا مركزين هنا شويه على موضوع التصدير كمصنع مصري، يعني متخصصين في المنتج المصري. احنا بنصدر في 40 دوله تقريبا. ما شاء الله 40 دوله؟ ويمكن اكتر كمان، بس احنا في الاربعين دوله دول مختلفين في قارات مختلفه، مركزين في الامريكتين واوروبا والغرب، يعني احنا بنقول عليه غرب افريقيا شويه، ودول الخليج العربي، ودول فار ايست اللي هي الصين وتايوان وكوريا. واحنا متخصصين لان احنا عندنا محاجر وعندنا مصنع وعندنا شركه بتعمل لوجيستكس، فالجوب تقريبا او الوظيفه اللي احنا بنعملها من الاول للاخر، فبنقدم منتج مع خدمه من الاول للاخر، فعشان كده احنا عندنا رضا من العملاء بتاعتنا كويس جدا. اولا يعني انا بهنيكم ان انتوا قدرتوا توصلوا لحجم التصدير ده في 40 دوله او اكتر مثلا في عدد سنين لا يتعدوا 6 سنين، يعني ده بجد مجهود رائع جدا لشباب مصريين. انت قادر لما بدات تدخل في الاسواق العالميه كنت قادر تنافس بميزه نسبيه؟ كان عندك ميزه نسبيه للمنتج المصري؟ ايه هي؟ هو المنتج المصري عليه طلب عالمي، فهي دي ميزه ان هو اوريدي المنتج عليه طلب. بس الميزه كمان اللي احنا نافسنا بيها ان احنا بناخد ثقه العميل بالجوده، وان المنتج المصري سعره كويس. هو تقريبا اللي انا اعرفه لون المنتج مش موجود. لا هو موجود في دول ثانيه؟ بس احنا زي ما قلت لحضرتك احنا بننافس بجوده وسعر، فدي ميزه. واحنا عشان شركه بتعتمد على العنصر البشري كتير، فعندنا فريق عمل قوي، يعني تقريبا فريق الماركتنج عندنا او التسويق تقريبا 20 شخص، ف 20 شخص بيشتغلوا بمجهود عالي جدا، منظمين جدا، محترفين جدا، بيشتغلوا على مجموعه دول كبيره. والتارجت بتاعنا دلوقتي ان احنا وصلنا تقريبا، او هدف الشركه او فريق التسويق بالاخص، وصلنا مبيعات من 50 ل 75 الف متر مربع في الشهر. برافو عليكم. كبير جدا بالنسبه لصناعه الرخام. وخلال السنه الجايه او تقريبا الخطه التسويقيه للسنه الجايه ان احنا اخر 2019 نوصل من 75 الف متر ل 90 الف متر، ودي تقريبا شبه الطاقه الكاملة للمصنع، لأن المصنع زي ما حضرتك شايفة بقى فيه معدات كبيرة بتنتج لغاية 90 ألف متر في الشهر. فإحنا لغاية دلوقتي ما وصلناش لأقصى طاقة في المصنع، بس أنا متأكد إن مع الفريق ده بالمستوى ده بالشغل ده بالكفاءة دي هنوصل إن شاء الله نهاية 2019 للموضوع ده. هتوصلوا طبعا إن شاء الله، لأن أنتوا واضح إن أنتوا محددين خطواتكم وخطتكم ماشية بشكل منظم ومرتب، وحاطين يعني اهداف معينه بتبتدوا تحققوها، اولها ان انتوا عاملين تخصص، يعني انت مسؤول عن التصدير مثلا، حد مسؤول عن الانتاج، حد مسؤول عن المحاجر، فبدايه النجاح اعتقد هي التخصص. بس اقول لحضرتك على حاجه، احنا مقسمين الشركه اقسام، وكل قسم ليه اداره، وكل اداره فيها مجموعه. ومش هكذب على حضرتك برضو، قنوات الاتصال في الشركه قنوات مفتوحه على بعض وفيها فكر تطويري، وغالبا بنتعلم كتير قوي من بره. يعني اللي فارق عننا عن مصانع تانية في مصر كتير ان في فكر بره مصر احنا بنحاول ننقله. المصانع التانية بيبقى عندها نفس الفكر بس مش بتعرف تنقله. يعني مثلا احنا من المصانع القليلة اللي بنفكر ازاي يبقى عندنا خطة لمدة 3 سنين و5 سنين و10 سنين. ده اللي بيخلي الشباب الموجود عنده طموح انه يكمل. والمشاريع الكبيرة اللي اتفتحت في مصر آخر سنة أو سنة ونص فاتت
خلت ان الشركه لما بتفتح افق جديد بتلاقي طلب على المنتج. فاحنا بنفكر بقى من ناحيه ثانيه انه ما نوقفش التصدير. لازم بقى يبقى عندك توازي بحيث ان انت وان شاء الله المشروعات طبعا مكمله. احنا يعني لسه ما عندنا مشروعات كتيره قوي في مصر، ولكن ان انت يبقى عندك توازي ان انت تصدر، فدي حاجه جميله. واحنا فريق العمل بتاعنا تقريبا بيتراوح عمره من العشرين للأربعين، فاحنا عندنا ثلاث اجيال في الشركه، وبنبني جيل جديد عمره تقريبا 19 او 20 سنه. هو في جزء منه يعتبر عائلي وفي جزء منه فريندلي او اصدقاء. فالجيل ال 19 او ال 20 اللي احنا بنبني فيه دلوقتي ده الجيل الثالث في الشركه. لا يعني يكمل في احلام جديده وخطط جديده. اقول لحضرتك على حاجه، انا تقريبا عمر الشركه عندنا 5 سنين او 6 سنين زي ما حضرتك بتقولي. الجيل الاول اللي هو احنا اللي هم زي ما بيقولوا اصحاب الشركه بيتراوح عمرهم من 30 ل 38 سنه. الجيل الثاني اللي هو من ال 25 لل 30، الجيل الثالث من ال 19 و 20 لل 25. فهو جميل ان انتوا حتى يعني ما شاء الله كلكم شباب ومراحل الشباب قوي على زي ما قلت لحضرتك في مصانع، بس ما فيش فكر وما فيش موارد بشريه. لو المورد البشري مش موجود ومدرب ما بتنجحش المصانع. ربنا يوفقكم يا رب، وان شاء الله السنه الجايه بقى نشوف كده وصلتوا لاعلى طاقه. 2019 ان شاء الله نعزمكم هنا تاني وتيجوا تشوفوا المصنع، يكون مصنف من اكبر 3 مصانع في مصر ان شاء الله. يا رب كمان في العالم. ربنا يوفقكم. شكرا. دلوقتي بالاستاذ عاطف جمال مدير المحاجر والمشتريات، هو الشريك الرابع في مشروع مودرن ماربل. اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا فندم، انتوا شرفتونا ونورتونا النهارده بصراحه، واحنا سعداء جدا ان انتوا معانا النهارده في المصنع عشان تشوفوا المصنع وكل الناس اللي شغاله فيه والمجهود اللي بيتقام فيه. انا كنت حابب اتكلم في قصه قطاع المحاجر اللي انا مسؤول عنها. المحاجر دي هي المرحله الاولانيه اللي بنطلع منها المنتج الخام، فهي تعتبر من اهم المراحل في الانتاج. هي اول مرحله بنستخرج البلوكات الرخام من المحاجر، بنطلعها من صحراء مصر، بنطلع من شمال سيناء وجنوب سيناء، وبناخد من الصحراء الشرقيه والصحراء الجنوبيه. والحمد لله يعني نشكر ربنا مصر فيها خير كتير وفيها خامات كويسه جدا، وربنا يقدرنا كده ونقدر يعني نشرف بلدنا ونحافظ على المستوى الكويس اللي احنا وصلنا له في الشغل. ثروه معدنيه كبيره يا استاذ عاطف، خاصه في قطاع الرخام، ان احنا عندنا المحاجر فيها انواع رخام جيده، يعني ممكن تكون ده من اهم يعني الميزات اللي انت بتخليكم تصدروا، ان انت عندك منتج جيد وبعد كده بتكمل في ان انت تصنعه ازاي ويكون في تقنيه عاليه ازاي. انت شايف ان المحاجر يعني لسه فيها ثروات كتيره ان احنا نقدر نستغلها؟ الحمد لله نشكر ربنا، احنا عندنا خير كتير قوي، عندنا جبال كتير قوي، عندنا خامات كتيره كويسه، وعندنا ادوات بصراحه كويسه كتير قوي بنقدر نستغلها في التشغيل. وبنشكر طبعا بصراحه يعني انا بستغل الظروف ان انا اشكر القوات المسلحه، من اصغر جندي لاكبر رتبه في القوات المسلحه. احنا عندنا محجر في شمال سيناء، وبصراحه الناس ديت نشكرهم على تامين الطرق وتامين الكماين والحياة هنا صعبة جدا. الفضل الأول بعد ربنا يرجع لهم هم، إن هم محافظين على الشغل هناك والناس شغالة والعربات بتروح في سلام وتيجي بأمان. إحنا نرجو بس إن من السادة القادة السياسيين إن هم يدعموا صحابات المحاجر شوية في التشغيل. إحنا بنشتغل في ظروف صعبة جدا، عندنا الناس بتوع النقل برضك بيتعبوا جدا في قصة نقل الخامات من الصحراء من المحاجر لوصولها هنا في المصانع في التشغيل. احنا بنشتغل في ظروف صعبه، بس احنا ورا القاده السياسيين بتوعنا، ونتمنى من ربنا ان احنا ربنا يوفقنا كده ونعدي المرحله دي والخير يعم على الدنيا دي كلها. رب امين. انتوا بتشتغلوا اصلا يعني صناعه الرخام واستخراج المنتج من المحاجر اصلا صناعه صعبه، يعني ظروفها صعبه، واشتغلتوا وعملتوا مشروعكم في وقت واونه صعبه، وقدرتوا تنجحوا وقدرتوا تعملوا حاجه فعلا مشرفه لمصر ويبقى فيها اسم مصر بره في الدول في الخارج، دول كل دول العالم.
فانتوا النموذج اللي احنا حبينا النهارده ان احنا نقدمه لكل شباب مصر وكل المصريين، كنموذج احنا بنقول مصر احلى، فيها حاجات كويسه وفيها يعني فيها مشروعات وفيها صناعه وفيها مصريين قادرين ان هم ينجحوا. الحمد لله احنا صناعه قطاع المحاجر، احنا قطاع كبير قوي واخد من اول اسوان لحد العريش، في الصحراء الغربيه برضك عندنا محاجر، في الصحراء الشرقيه عندنا محاجر، في خير كتير، وعندنا صناعات مغذيه لقطاع المحاجر كبيره جدا. ربنا يوفقكم يا رب. ربنا يخليك، احنا شاكرين جدا لسعادتك.